السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع يشكل مشكلة في المعدة ويعاني منه الكثير، وهو جرثومة المعدة ومشاكلها. إذن حتى نلم بهذا الموضوع نحاول أن نجيب على التساؤل التالي: ما هي جرثومة المعدة؟ ما هي أعراض جرثومة المعدة؟ ما هي أسباب جرثومة المعدة؟ كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟ ما هي مضاعفات إهمال جرثومة المعدة؟ ما هو علاج جرثومة المعدة؟ إذن مع التساؤل الأول: ما هي جرثومة المعدة؟ فجرثومة المعدة أخواتي إخواني أو الجرثومة الحلزونية من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي التي نواجهها نتيجة تلوثات الغذاء وسوء التغذية والوجبات السريعة، وهي عبارة عن بكتيريا تنمو في الجهاز الهضمي وتصيب 60% من سكان العالم، وتسبب التهابات وقرح شديد في المعدة قد تصل للسرطان. ما هي أعراض الجرثومة المعدة؟ منها أخواتي إخواني أنها تسبب ألما شديدا في المعدة ناتج عن زيادة الحموضة في الجسم، وكذلك فقدان الشهية وانخفاض الوزن، كذلك عدم القدرة على تناول الطعام والقيء والغثيان المستمر والانتفاخات الشديدة واضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك وضيق في التنفس، وكذلك شحوب الوجه واصفراره وصعوبة في البلع وفقر الدم أي الأنيميا وظهور دم في البراز. الآن ما هي أسباب جرثومة المعدة؟ قد تنتقل أخواتي إخواني العدوى من شخص مصاب إلى آخر عن طريق الفم أو البراز بسبب عدم النظافة الشخصية وغسل اليدين، وكذلك أيضا عن طريق تناول الأطعمة الملوثة بالجراثيم والبكتيريا في أي مكان، والإكثار من تناول الوجبات السريعة والمليئة بالدهون والزيوت. الآن كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟ يتم أخواتي إخواني تشخيص جرثومة المعدة بعدة طرق معروفة، وهي إما عمل فحوصات الدم وأخذ عينة من البراز، وكذلك استعمال المنظار، وكذلك اختبارات التنفس واستخدام الأشعة المقطعية. وفي حال التأكد من الإصابة بجرثومة المعدة يجب البدء في العلاج فورا. الآن ما هي مضاعفات إهمال جرثومة المعدة؟ فقد تسبب أخواتي إخواني جرثومة المعدة مشكلة حموضة المعدة والتهابات الأمعاء وانتشار السموم، كما أن إهمال الجرثومة الحلزونية أو جرثومة المعدة يؤدي إلى سرطان المعدة لا قدر الله. وكذلك من المضاعفات لهذه الجرثومة فقر الدم والأنيميا وعدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وكذلك انسداد صمام القلب. الآن ما هو علاج جرثومة المعدة؟ يتم أخواتي إخواني استخدام العلاج على حسب وزن وعمر المريض وحالته الصحية كذلك، وإن هذا العلاج مكون من مجموعة من مضادات حيوية ومضادات الحموضة. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
you.